السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله قاعد تكونوا غاية وصحتكم بخير يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم شوربة العدس الأحمر اللي هو هذا. كما تشوفوا العدس الأحمر عنده منافع كثيرة، يعني ينشط الدورة الدموية، يصفي الدم، يزيد الكريات الحمراء اللي يعانيوا من فقر الدم، الله اعلم، يطحنوه ويديروه مع العسل وياكلوه الصباح على الريق. وديره كيما هكا شوربه باش تقوي المناعه نتاع الاطفال نتاوعك كيما قلت لكم، ويزيدوا في الكريات الدم الحمراء. كبد الدجاج حتى هي تعاون بزاف، يعني اللي عندهم لانيمي ولا عندهم فقر الدم ياكلوا هاد الصوالح بزاف، زياده على البيطراف، يعني الصوالح اللي يعاونوهم في باش يزيدوا الدم، الطيحان نتاع الخروف ولا نتاع البقر اللي كان، يعني واللي ما قدرش ولا ما تمكنش باش يحصل على الطيحان يدير كبد الدجاج حتى هي، الفائده نتاعها كبيره. المراه الحامل تاني تاكلها، يعني تعاون الطفل يكون كما نقول حنا يكون الاعضاء نتاعه بواحد الطريقه يعني مليحه. كل حاجه خلقها ربي سبحانه عندها فائده لجسم الانسان. واش نحتاج في شوربه العدس الاحمر؟ عندي كميه تاع العدس الاحمر حوالي 100 غرام، عندي كميه تاع الكبد الدجاج حتى هي واحد 100 غرام هكاك، عندي حبه تاع البصل تكون كبيره، عندي شويه تاع الكابويا الحمراء. الا كان عندك كثر ديري، واللي ما يبغيهاش ما يديرهاش، يعني بصح بما ان العدس الاحمر نبقى غير في الخضر الحمراء اللي يعني تتماشى مع نفس اللون، وبهذا فهي عندها نفس الفوائد. عندي شويه تاع الطوماطيش مصبره، الملح وما نكثرش، خاطرش من بعد كي غادي نطحن هاد الشوربه غادي نطحنها بالفرماج باش نزيد لها شويه في الذوق. عندي شويه تاع زعفران، التفاوح، وحبه تاع زروديه تكون كبيره حتى هي راني مقطعتها. نبدي نقلي كبد الدجاج مع البصله، من بعد نزيد العدس الاحمر الخضر اللي راها باقيت لي، وكي يطيب ما يطيبش بزاف، يعني العدس الاحمر ما فيهش الروح، مام با 4 ساعه 20 دقيقه سيبو يكون واجد. تطحنيه، وكي تكوني تطحني فيه ديري له قطعه نتاع الجبن، يعني الا كان عندك جبن مثلثات واحد 3 قطع. كيما قلت لكم اللي كان عندها جبن مثلثات دير واحد 3 قطع ولا 4، واذا كان عندك مربعات ديري زوج هكا دوك تاع كيري، واذا كان عندك نتاع الميزان المهم ديري كميه اللي انتي ترتاحي لها. فيما يخص كبد الدجاج اللي غادي نطيبها في وسط الشوربه، اللي يبغيها يطحنها حتى هي مع كاع المكونات، واللي ما يبغيهاش يحيدها قبل ما يطحن. ندير الشوربه نتاعي طيب ونعاود نولي باش ندير معكم مملحات حتى هي بكبد الدجاج، باش اللي ما فضلهاش في الشوربه تقدر ديري بها تاني مملحات. البنات باش غادي ندير هادوك المملحات اللي غادي نرافقهم مع هذيك الشوربه، نسحق هنايا كما راكم تشوفوا 3 كيسان معمرين تاع الفرينه، حبه تاع خماره، الملح، مغرف صغيره نتاع السكر، زوج مغارف نتاع الزيت، ومغرف نتاع الدهن اللي حتى نلم العجينه بالماء ما يكون عادي، عاد ونزيد ندخل في هذيك المغرف نتاع الدهن. للحشوه كما راكم تشوفوا نجيب المقله ندير فيها شويه نتاع الزيت، عندي هنايا حبه بصله، وعندي كميه راني مقطعتها صغيره صغيره بزاف باش تطيب لي كيما نقولوا حنايا، وكي نديرها في العجينه ما تجيش باينه. ديريها صغيره حوالي واحد 150 غرام هكاك، انا شريت 250 غرام، 100 غرام درتها في الشوربه بقات لي 150 غرام. نديرها هنايا، نديرهم يتقلاو، ونزيد لها شويه تاع الملح، شويه تاع الكمون، وسنينه نتاع الثوم باش نعطيها الذوق. نديرها تتقلى،
ونجيب باش نخلط العجينه. هكا باش تبان لكم خير. كما قلت لكم عندي 3 كيسان تاع الفرينه. زوج مغارف نتاع الزيت، درت اي زوج مغارف خاطرش راني غادي ندير الدهان ثاني. من بعد ما لميتها بالماء هكا نفوتها غير شويه بين يديا قبل ما ندخل لها الدهان باش تلم روحها، خاطرش غادي نخليها تريح غير شويه بيد ما وجد لي الحشو يوم بدي نخدم فيها. هكا نقطع فيها داك الدهان كما هكا. نقمشي فيه حتى نحسه تخلي كاع في العجينه تجي رطبه. ضربه الاولى غادي تبقى تقطع بصح من بعد صاي غادي تلم روح. كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه، نديرها في بلاستيك غذائي نخليها تريح ومن بعد نولي نحلها ونبدي نحشي فيها. البنات هنايا حليت العجينه نتاعي، عاونت روحي بشويه نتاع الفرينه، نسحق الماء باش نبلع الاطراف. عندي صفار بيضه باش ندهن من الفوق والبياض زدته في الحشوه. عندي الحشوه نتاعي هنايا وعندي فرماج اللي غادي نزيده. نقطع انا غادي نقطع مستطيلات ولا مربعات ولا كاش ما غادي يصدقوا لي، بصح نتوما تبغي ديري ب يعني بهذيك هذيك الدويره كما هكا ولا تقطعي بمول ولا انت كاش تفضلي. كما هكا
نجيب الحشو، ندير لكم في هذا اللي راه يبانو كيفاش نبلع. نجيب قطعه نتاع الجبن، ندير شويه نتاع الماء هكا في الاطراف، ونبلع. تبغي ديري بالفرشيطه ديري باش يعني تزيني. و كيما هكا من ها راه كيتزيني، من ها راهم يتبلعوا مليح. كيما هكا ندير الحشو نتاعي، نزيد كميه نتاع الجبن، نبلع الاطراف بالماء باش نضمن بلي ما راهمش غادي ينحلوا لي. العجينه انا ما رانيش مرقتها بزاف خاطرش ما فيهاش الخميره نتاع العجين، يعني ما غاديش تنتفخ لنا بزاف. وهذه بديل تاع العجينه المورقه. انا زدت نكمل كاع الحشو نتاعي، ندهنهم بصفر البيض، التزيين يكون اختياري، ونعاود نوريكم. اخواتي هذه هي شوربه العدس اللي كنت حكيت لكم عليها، وهادو هما هذيك المملحات. حكم وحده غير باش تشوفوها كيفاش جات. ما تجيش كاع غليظه، اللي ما يبغيش هذوك المملحات اللي تجي قطنيه، وهذه تجي خفيفه بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.